السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، قناه مهتمه باخبار العملات الرقميه. ايلون ماسك بيغير شعار تويتر واسم منصه تويتر الى منصه اكس. حاليا اصدقائي، في كثير من التساؤلات وكثير من التغريدات وخاصه من المحللين الاجانب بيقولوا انه تغيير شعار تويتر واسم منصه تويتر الى علامه اكس بيرمز للاكس ار بي، وممكن تكون دعم كبير للاكس ار بي. راح اتكلم عن هذا الموضوع بهذا الفيديو، وراح اتكلم عن الاحتماليات المطروحه في هذا الموضوع. اما باش فيديو، اتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك القناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو، الرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا هذا الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار سوق اي كريبتو. اول اصدقائي، خلينا نتكلم عن هبوط البيتكوين بالامس بعد ما لمسنا منطقة 30300، فشل يكسر المقاومة، وتكلمت على هذا الموضوع في قناة التليجرام. مناطق 30200 حكيت انه في عندي هبوط لمناطق 30300، والرسالة الموجودة لما كنا في مناطق 30200. حاليا اصدقائي، هبوط كبير للبيتكوين ولمسنا مناطق 29000 دولار. دعم كبير هو دعم 29000 دولار، لكن ما ممكن نكسر هاي المنطقة الا بحدوث خبر مفاجئ للبيتكوين. بعد 3 ايام من الان عندي صدور قرار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، تقريبا يوم الاربعاء راح يتم اصدار قرار فائدة. هذا القرار هو اهم قرار في سوق الكريبتو وجميع الاسواق المالية. كبار المحللين وكبار البورصات والحيتان بينتظروا هذا القرار حتى يعرفوا اتجاه السوق. من الأكيد ومن المؤكد أنه راح يتم رفع سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس. هذا شيء إيجابي للدولار الأمريكي بما أنه وصلنا لمناطق الدعم مهمة في مؤشر قوة الدولار الأمريكي. طبعا مجرد ارتفاع الدولار الأمريكي راح يهبط الذهب، تهبط أسواق العالمية، وحتى البيتكوين راح يهبط. هذا المقرر أنه هو يصير هبوط للبيتكوين. لكن أصدقائي، لازم نعرف أنه كثير من التلاعبات وخاصة من المنصات راح تصير لحظة إطلاق سعر الفائدة، فممكن يصير بمب على البيتكوين لحظة قرار سعر الفائدة. لهيك رفع نسبة سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس ما شرط يكون سلبي للبيتكوين، ممكن يكون إيجابي بسبب عمليات الشورت وصفقات الشورت راح تكون مفتوحة بعد رفع سعر الفائدة أو قبل رفع سعر الفائدة حتى يتم لك وتم بعد صدور قرار الفائدة. لازم نحط هذا الشيء بالحسبان ونعرف إنه البيتكوين ممكن يعمل بمب وتداول خطير قبل قرار رفع سعر الفائدة الصادر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. شو بالنسبة لإيلون ماسك وعملة الإكس آر بي؟ عملة إكس آر بي حاليا بسعر 69 سنت، وصلنا لدعم اللي تكلمت عليه بالفيديو الماضي لما كنا عند مناطق 75 سنت، وقلت لكم كسر الترند الصاعد سلبي جدا ولازم نتجه مناطق ما بين 70 سنت إلى 69 سنت، وهذا الشيء كله مسجل بالفيديو الماضي عن عملة الإكس آر بي. حاليا أصدقائي، دعم مهم للإكس آر بي، وممكن عمليات ارتداد تكون من المناطق الحالية. دخلت صفقة لونج على الإكس آر بي وهدفي راح يكون مناطق 75 سنت مرة أخرى. حاليا بعد تغيير شعار تويتر الخاص بإيلون ماسك أو المالك أو الرئيس التنفيذي لشركة سبيس اكس وتسلا وشركة تويتر، غير شعار تويتر وغير اسم تويتر الى منصة اكس وشعار حط علامة او حرف الاكس. طبعا كثير من المحللين تكلموا انه هذا الدعم لعملة الاكس ار بي، وممكن خلال الايام القادمة يصير دعم للاكس ار بي من قبل ايلون ماسك. ايلون ماسك اصدقائي، خلينا نكون صريحين، هو شخص مجنون، خاصة مجنون بعملات الميم، العملات الكلابية مثل عملة شيبا، دوش كوين، بيبي، العملات يعني عملات الميم والضحك، يعني عملات الشيت كوين. ما ممكن ايلون ماسك يدعم عملة مثل عملة اكس ار بي ذات مشروع قوي وعدد قطع كبير. لهيك انا بستبعد احتمالية دعم ايلون ماسك لعملة الاكس ار بي، وتغيير الشعار وتغيير المنصة هو عبارة عن صدفة لا اكثر ولا اقل. نحن بعيدين كل البعد حاليا عن دعم ايلون ماسك لعملة الاكس ار بي. اذا بتقرأ تغريدات وتكتب اكس ار بي في تويتر راح تلاقي كثير من تغريدات الاجانب بيقولوا انه ايلون ماسك عم بفكر بدعم عملة الاكس ار بي، وانا بصراحة بستبعد هذا الشيء بالوقت الحالي. حاليا اصدقائي، دعم 69 سنت دعم مهم جدا. بعد الانتهاء من فوم وانتهاء قضية الاكس ار بي صار عندي صعود لمناطق 93 سنت وبعدها هبوط مرة تانية. شكلنا الترند صاعد وكسرنا الترند الصاعد، وهذا اللي يأكد سلبية الاكس ار بي، واتجهنا لمناطق 69 سنت. حاليا هدفي على العملة هو ارتداد لمناطق اقل حد مناطق 75 سنت كإعادة اختبار للمقاومة.
إذا كسرنا مناطق 68 سنت رح نتجه لمناطق 57 سنت، وهي المناطق اللي انطلقنا فيها مرة تانية من موعد انتهاء قضية اكس ار بي. انطلقنا من مناطق تقريبا ال 40 سنت او 48 سنت، فحاليا ممكن نزور مرة تانية مناطق ال 55 سنت الى ال 57 سنت. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس، تضغط على لايك حتى يوصلك الجديد في عام رقمي. مع السلامة، دمتم بخير.